وهلا وحبايبي، شلونكم؟ عيني اليوم رجعنا لكم بوصفة طيبة وحلوة وسهلة بنفس الوقت ونظيفة، تكون على ايدكم. هي ناجس الدجاج، صدر الدجاج. هنا أنا عندي صدر دجاج كامل قطعته، وراح اثرمه بهاي الماكينة. راح ينثرم ثرم ناعم بحيث يكون يعني جدا متماسك، وراح يكون شكله بهاي الصورة. هسه راح اضيف له التوابل واضيف له الشغلات اللي احتاجها، وهنا ان شاء الله اذكر لكم بقية المواد. هنا انا اخذ بوتيت اثنين، طبعا انا سالقتهن وابرشهن بهاي المبراشة، وراح اضيفهن على صدر الدجاج اللي ثرمته هسه. حبايبي، هاي الوصفة كلش طيبة وسهلة بنفس الوقت، أتمنى منكم تجربتها. هسه هنا أنا بعد ما ثرمت البوتيتا وبرشتها، راح أضيفها على صدر الدجاج، وأضيف لها نص كوب من البقسماط أو الكعك اللي يكون يعني مطحون أو الصمون المطحون، وأضيف لها كوب واحد من مبروش الجبن موزاريلا. هاي نستخدم البيزا، هو نفسه. البهارات هنا اخذها بابريكا حمراء، واضيف لها كاري. طبعا هاي كلش نكهه وكلش طيب، يعني طعمه حتى ريحته كلش طيبه. واضيف لها باودر الثوم المطحون، هذا كلش ضروري بنات، يعني هذا هو اللي يخليها الطعم والنكهه مالت مميزه. هنا أنا ملح راح يعني اخليها حسب الرغبه مالتكم، واضيف لها بيضه واحده. كل هاي المواد راح اخبطهن سوا بهاي الصورة، واعجنهن بصورة جيدة مثل ما يعني نسوي عجين الخبز او عجين الصامون، تنعجن يعني بصورة زينة. هسه عندي اي شيبس موجود عندكم، هنا عندي هاي شيبس انا ما اخذته، اي شيبس يعني بوتيتا اي متوفر عندكم، اخليه بمطحانة هنا واطحنه زين. عيني اخذ الكميه اللي احتاجها، واضيف لها ماتين هنا البقسماط المبروش اللي عندي جاهز. اضيف لنفس البهارات اللي ضفتها، هي بودر الثوم وكاري زين عيني، والبابريكا الحمراء نفس اللي ضفتها لهناك الخلطه اضيفها هسه الخلطه التغطيه. هسه عندي اخذ بيضتين هنا مثل ما تلاحظون، واضيف لها ماتين شويه كاري فلفل اسود اضيف لها حتى تنطي نكهه بعد اطيب. حبايبي، هاي الوصفة كلش طيبة وتجربتها ان شاء الله تكون ناجحة عندكم. هنا راح اخذ زيت حتى ابلل ايدي بيها، واخذ كمية من الجبن المبروش، انتو بعد حسب ذوقكم اذا تيجي تحشوها جبن او ما تحشوها بكيفكم براحتكم، بس هي يكون يعني طعمها اكثر اذا حشيتوها جبن. شوفوا عيني، هسه انا هنا حشيتها وسويتها على شكل اصابع. بعد ما اسويها على شكل اصابع راح اغطسها بالبيض صفاء بالبيض اللي هسه سويته، وبعدين اخليها شوفوا عيني هنا انا خليتها بهذا البيض، وراها راح اغطسها بال هنا راح اخليها بالبقسماط اللي هسه سويته هو الشيبس. حبايب، المرجو منكم يا عيني، انا دائما اكررها لكم يا عيني، دائما دائما اقول لكم تفعيلكم للفيديو كلش قليل، يعني مع الاسف والله يعني قاعد يسوي احباط عندي، يعني ما اعرف ليش ما قاعد تفعلون الفيديو، يعني الفيديو ابدا ما يصعد عندي، لان لايكات ما قاعد تنطون لايكات الا يعني بس البنات اللي هم دا يعلقوا لي، ودائما هم يعني متابعين وياي، يعني ذولي يعني هواي شاكره لكم حبيباتي. بس بقية المتابعين، هواي عندي متابعين بس نسبة كلش ضئيلة، يعني نسبة التفاعل المتابعين عندي كلش قليلة، يعني هذا الشيء كلش يعني صراحة دا يزعجني. هسه عندي هنا هذا قالب يكون على شكل قلب او اي قالب بعد عندكم، ممكن تسوي دائري مثلث اي شيء انت يعجبكم. هنا بعد ما قليته بهذا الشكل، بعد ما تقرمشت بهاي الصورة صارت كلش مقرمشة وهشة بنفس الوقت. اخليها هنا على كلينكس او مناديل ورقية
حتى تنشف عندي الزيت اللي بيها. وراها المرحلة الأخيرة راح أزينها لكم وأقدمها، وألف صحة وعافية. هسه صارت عندي بهاي الصورة، شوفوا عيني زينتها بهاي الطماطات الصغيرة والخس هنا المتوفر عندي، وتتخلى ويا ذني الكاتشب والمايونيز. وهنا أنا عندي صوص الأندلسي، كلش طيب هذا الأندلسي، أنصحكم يعني تشتروه حبايبي، جدا طعمه طيب. هذا أول واحد لونه برتقالي كلش طيب، اسمه أندلسي. وتتقدم ويا هذه الصوصات، وألف صحة وعافية عليكم حبايبي. بنهاية الفيديو أرجو منكم ما تنسون دعم قناتي باللايك ومشاركتكم مع الأصدقاء والاشتراك إذا كنتم مشتركين، والضغط على زر الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد. استودعكم الله.